هو عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده ريفيو جديد عن حاجة اشتريتها، وواضح طبعا ان هي من ايفا. طلبت اوردر من ايفا من اللينك بتاعهم على الفيسبوك او على الانستجرام، اي حاجة هم حاطين لينك، لان هم عاملين عروض حلوة جدا لحد 60%، وكمان بيقولك ان هيجيلك عليها كمان هدايا. انا كانت معظم الحاجات اللي عندي، البرودكت عندي خلصت، سواء بقى كريم ليل كريم نهار، الحاجات دي كلها كانت خلصت، فجالي الكرتونة الحلوة ديت، فقلت افتحها معاكم واوريكم جواها ايه وبيجي شكلها عامل ازاي. وكمان هسيب لكم اللينك لو عايزين تطلبوا في الديسكريبشن بوكس، وهقول لكم كل حاجة انا جبتها بكام وبالاسعار، وهطلعها لكم كمان على الشاشة قدامكم. قبل ما هنبتدي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انت اول مرة تشوفي قناتي، وهتلاقي فيها حاجات حلوة كتير جدا هتعجبكم. نبتدي على طول، فيلا خليكم معايا. نبدأ بسم الله، وهنفتح الطرد ده اللي جاني. بصوا وانا بفتحه كده معاكم، بصوا طبعا التفاصيل بتاعتك اللي انت بتدخلي بيها عشان تطلبي الاوردر. انا كنت طالباه من على الفيسبوك، تمام. طبعا بعد ايه دي الورقة بتاعتي، متحمسة جدا 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 يعني للحاجة بطريقة لا تتخيلوها، وانا طلبتها وجت تقريبا في 5 ايام، تمام. او دي الحاجات اللي انا طلبتها هنا، فانا بصراحة كنت طلبتها انا وصاحبتي، تمام. فبسم الله كده حاجات صاحبتي دول حاجات صاحبتي، تمام. كانت هي طالبة دول، 2 دول. ومن الحاجات بقى اللي انا جبتها، انا كنت طالبة الغسول ده بتاع ايفا من دي وايت، تمام. هو طبعا انتوا لما هتخشوا هيدوكوا كده كذا بارتيشن كده تخشوا فيها بقى من الحاجات بتاعت ايفا. فانا جبت دوت، ده منظف عميق لتفتيح لون الوجه من ايفا بي وايت، تمام. ده انا فاكره ان هو كان بالعرقسوس تقريبا، تمام. فده جبته، كان انا كنت فاكره ان دوت كان ب20 جنيه بدل 25 جنيه، تمام. كنت ده اول حاجه انا كنت جايباها ليا. كمان جبت كريم تفتيح المناطق الحساسة دوت، ده كان ب18.95، وده عليه خصم برضو بدل 27 جنيه، تمام. ده من الحاجات اللي انا جبتها. برضو ده واحد تاني، جبت بقى برضو الكريم دوت، ده الكريم ايفا سكين كليننج، ده كريم ليل للتفتيح الليلي اهو، تمام. ده كان عاملين عليه عرض، كنت جايباه هقول لكم العرض بتاعه بالظبط كان ايه. بصوا ده العرض بتاعه، كان عاملين عرض على ايفا سكين كليننج دوت مقشر، ده بتستخدميه مرتين في الاسبوع، معاه كمان اللي هو كريم التفتيح الليلي. انا هنزل لكم سعره كان كام على ال قدامكم، انا مش فاكره كان ب110 حاجه كده، انا مش عشان ما اقولكوش السعر غلط، فانا هطلع لكم على الشاشه كان سعره كام في اللينك. دي برضو من الحاجات اللي انا جبتها، تمام. جبت كمان العرض دوت، ده كان مكتوب عليه توفري 60 جنيه، دوت كريم تفتيح المنطقة اللي يعني حوالين العينين، وكمان معاه كريم نهاري مكتوب عليه وفري 60 جنيه، تمام. برضو باللؤلؤ، المجموعة دي حلوة جدا 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 وفعالة قوي. طبعا برضو هجربها وبعد فترة هقول لكم عن تجربتي عنهم اكتر، وهقول لكم فوائدهم اكتر، تمام. دول
المجموعة دي بتيجي في العلبة دول كده مع بعض، تمام؟ مكتوب عليها ان انتي توفري 60 جنيه. برضو هطلع لكم قدامكم سعرها هتكون كام. المفروض بقى، المفروض ان هما مع كل اوردر انتي بتطلبيه بيجيلك منتجات تجربيها، برودكت هدية، تمام؟ فانا بصراحة معرفش هما بعتولي ايه، فانا بعتولي الكيس ده، تمام؟ فهنفتحه بقى مع بعض عشان نشوف بعتولي تا 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 في محبة حاجات حلوة كتير، تمام؟ نعمل كده بقى عشان نشوف الحاجات الجميلة اللي هما بعتلنا، تمام؟ أول حاجة لقيتها ده كريم للوجه، فشل كريم ده ترطيب مركز وكمان بيوحد لون البشرة بالفيتامين. ده أول حاجة لقيتها من الهدية، تمام. تاني حاجة مكتوب كريم تفتح للمناطق الحساسة زي اللي أنا جايباه اللي هو ده، تمام. بس بقى من جايبين لي ايه، عبوة صنطوطة قوي كده، تمام. دي كده تاني حاجة. جايبين لي كمان زي اللي هو الغسول، بس بص الزغنطوطة قوي بتاعه صغير قوي، بصوا النونة بتاعتي. فبرضو دي من الحاجات اللي بعتينها برضو كادو. الله حلو قوي. دوت سان بلوك، بعمل حماية 50%، حلو قوي قوي قوي، بصوا. وكمان في واحد تاني بس انا لسه مش عارفة طبعا ايه الفرق ما بينهم، برضو زيه وعامل حماية، ده مكتوب عليه سان سكرين وده فيس او ده للوش، ماشي. الاتنين دول برضو حلوين قوي، حبيتهم جدا. وكمان بعتن لي شامبو الوفيرا بزيت اللوز، برضو حلوة قوي، برضو عجبتني قوي كفكرته، صغننه قوي دي، برضو العينه بتاعت حلوه قوي. انا عجبت والله العظيم، انا فرحانه بالهدايا اكتر ما انا فرحانه من الحاجات نفسها اللي انا اشتريتها. كمان جايبين لي كريم وان بالليمون والخوخ، مكتوب عليه عينه مجانيه 20 جرام، تمام. برضو ما ماليش قوي معاه في الحاجات دي، بس تمام بما ان انا مشتريه الحاجات انا وصاحبتي فاتحك عليها ودولا هتضربني لما تشوف الفيديو ده. ده برضو من الحاجات اللي جات لي. دي 1 2 3 4 5 6 7، دي 7 حاجات. وكمان بعتين لي، انا بحب اقول الحاجات بتاعت الكريمات الصغيره دي بحبها وتكون في شنطه، في شنطتي. فجايبين كمان كريم للبشره بالزبادي والخيار، حلو قوي للبشره الدهنيه. وكمان جايبين لي حمام كريم صغنن قوي قوي، بصوا قد ايه انا افتكرتها مخمريه والله. برضو حلوه، الو ايفا، حلوه قوي الفكره، برضو حلوه قوي قوي، تمام. وجايبين لي اخر حاجتين بقى، اخر حاجتين. ده عينه مجانيه، ده بديل زيت، حلو فكرته اهو، حلو قوي قوي فكرته، برضو لطيفة أوي إن انت تبقي تجربي برودكت من عندهم، لو عجبتك ممكن بعد كده تبقي تشتري منها. وآخر حاجة بقى من المجموعة بتاعة الكرياتين عندهم، ده شامبو مرطب ضد القشرة. فتعالوا بقى نعد كده الحاجات، الهدايا دي 2 4 6 8 10 و12. انتوا متخيلين بقى يعني انا طالبه حاجات جولي قصاد حاجات تانية قد ايه. فبصراحه ميرسي جدا، حاجه حلوه قوي، اكيد هجربهم. بس ده كان الاوردر، الحاجات اللي انا اشتريتها من ايفا، وهتلاقي مكتوب طبعا هنا الحاجه وكل حاجه عليها خصم قد ايه وسعرها قد ايه وقبل الخصم بكام. فبصراحه فكره برضو حلوه،
وبالنسبة للشحن كان الشحن 25 جنيه، ما كانش كتير قوي بالنسبة ان انا ساكنة في فيصل. لو حد عايز يعرف انا ساكنة فين، فيصل دي في منطقة الجيزة. بس ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا، وهسيب لكم كل اللينك بتاعهم لو عايزين تطلبوا منه في الديسكريبشن بوكس. وما تنسوش تعملوا لايك لفيديو النهاردة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم دلوقتي باي باي.